إجراءات حضور الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية يوم الجمعة الموافق 20 من أكتوبر 2023. تتشرف اللجنة الإدارية لإدارة شؤون نادي الزمالك للألعاب الرياضية بدعوة السادة الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية والمسددين للاشتراك السنوي عن العام المالي 2022-2023 والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة جدول الأعمال وانتخاب مجلس إدارة جديد والمنصوص عليه بأحكام المادة 17 من قانون رقم 71 لسنة 2017 وذلك يوم الجمعة الموافق 20 من أكتوبر 2023. على أن تبدأ عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 7 مساء موعد الاجتماع. يكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة فيه بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية. يتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت. يتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة، وكل ورقة انتخاب غير مستوفاة أو بها قشط أو شطب أو تغيير في البيانات أو الأسماء أو تحمل أي علامة أو إشارة تدل على شخصية العضو تعد ورقة انتخاب باطلة. ولصحة انعقاد الجمعية العمومية يستلزم حضور 10,000 عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية. وفي تمام الساعة 7 مساء موعد انتهاء التسجيل بالجمعية العمومية العادية يعلن رئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية عن اكتمال النصاب من عدمه. في حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال، وفي حالة عدم اكتمال النصاب لا يتم البدء في فرز الأصوات. في حالة اكتمال النصاب القانوني تبدأ مناقشة جدول الأعمال عقب الانتهاء من حصر عدد الحضور. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد لمناقشة باقي بنود جدول الأعمال تكلف اللجنة المؤقتة التي تتولى شؤون النادي باختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامي، فيرسل للجهة الإدارية المختصة لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات. يتعين على العضو الاحتفاظ ببطاقة التسجيل لحضور مناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانوني.